السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معلش يا جماعه، الفتره اللي عدت دي انا قصرت في موضوع الفيديوهات ليه حوالي شهر او كده، بس صدقوني كانت ظروف خاصه بيا، يعني ظروف قهريه يعني هي اللي منعتني ان انا اقدر اصور فيديوهات اليومين اللي عدوا دول، يعني فاعذروني حقكم عليا، بس اوعدكم ان الفتره اللي جايه دي ان شاء الله الموضوع ده مش هيتكرر تاني، وان شاء الله هنبدا مع بعض فيديوهات كل يوم ان شاء الله. ايه موضوع النهارده وايه الموضوع اللي انا حبيت اطلع اتكلم فيه بعد الفتره الطويله دي؟ الموضوع بين الحرب ما بين روسيا واوكرانيا، وايه الجديد فيها وايه اللي حصل وايه التطورات اللي حصل. امبارح يعني كان في اتصال ما بين الشيخ محمد بن زايد وما بين بوتين، كانت مكالمه تليفونيه مباشره نتناقش فيها الحرب حوالين او ما بين روسيا واوكرانيا والجديد فبوتين قال للشيخ محمد بن زايد على اخر التطورات العسكريه الموجوده في اوكرانيا، واتكلم معاه في حاجات كتيره جدا جدا مهمه، واتكلم معاه برضو انه اوبك بلس، هي اوبك بلس دي يا جماعه في السعوديه اصلا، بس يعني الامارات دوله مشاركه فيها. قال له ان اوبك بلس هتلتزم بالمخرجات بتاعتها ومش هتزود الانتاج في البترول. علشان ايه بقى؟ علشان تزود سعر النفط، وهتستمر بالمعدل علشان سعر النفط يولع اكتر من كده. بس الحقيقه ان المكالمه دي خطيره جدا جدا. بمعنى ايه؟ قال له ايه بقى الشيخ محمد؟ قال له انه روسيا ليها الحق ان الدفاع عن اراضيه. وده نقل يا جماعه عن ار تي نيوز دي يا فندم، دي مجله روسيه اصلا، يعني دي مجله روسيه. هو جايز يعني الخبر ده مبتذل، يعني مثلا الشيخ محمد بن زايد قال له من حق ان روسيا تدافع عن اراضيها، بس نقعد ونتكلم وبلاش الحرب. الحته دي علشان تبين ايه؟ علشان تبين انه الامارات بتدعم بوتين. بقى ار تي نيوز يعني ما تاخدش على كلامها في الخبر ده، يعني ليه؟ لانه ممكن يكون اكتزقوا الخبر، يعني ممكن يكون الشيخ محمد بن زايد قال لبوتين احنا صح ان روسيا من حقها ان هي تدافع عن اراضيها والكلام ده كله، بس ايه، نقعد ونتكلم في الحرب. فهو مش جايبين الحته دي، يعني مش جايبين الحته دي، ده عشان يبينوا بس للناس او العالم انه الامارات بتدعم بوتين في الحرب ما بين روسيا واوكرانيا. والحقيقه يا جماعه انه الامارات بتلعب لعبه خطيره جدا جدا، بمعنى ايه؟ وده هياثر عليها، يعني خلي بالكم اللعبه اللي بتلعبها الامارات حاليا لعبه هتاثر عليها، جهاز مش هتاثر عليها حاليا بس ممكن تاثر عليها في المستقبل. بمعنى ايه بقى؟ دلوقتي انتوا عارفين ان روسيا بسم الله ما شاء الله الغرب كل يوم شغال خبط فيها وعقوبات ودنيا دي كلها، تمام؟ في رجال اعمال روسيين مستثمرين في اوروبا عموما، يعني مستثمرين فلوسهم في اوروبا، فالعقوبات اللي ماشيه على روسيا دلوقتي تجميد بقى فلوس رجال الاعمال وتجميد فلوس الشركات، وخرجوا البنوك الروسيه اللي موجوده في اوروبا من بنك سويفت. سويفت ده يا جماعه اللي ما يعرفوش انا حبيت اقول لكم، يعني برنامج سويفت ده للبنوك ده عباره عن زي البوسطه كده بالظبط، يعني ايه؟ يعتبر بنوك وسيطه. بمعنى ايه؟ بمعنى انه مصري مثلا حاطه فلوسها في سويسرا وعايزه تشتري حاجه او عايزه تحول فلوسها من بنك في سويسرا لبنك في المانيا، فمصر بتبعت طلب للبنك ده مثلا بتقول له حول لي فلوسي من كذا لكذا. فالبرنامج سوفت ده برنامج يعني زي وسط، زي البوسطه كده بالظبط، هو عباره عن بنك وسيط، بنوك وسيطه. فدلوقتي البنوك العقوبات اللي ماشيه على روسيا اليومين دول، المجتمع الغربي بقى وامريكا وشغالين يطلعوا البنوك الروسيه اللي في اوروبا من برنامج سوفت. دلوقتي العقوبات زي ما بقول لكم شغاله على روسيا بقى، ايه الله ينور، كل يوم عقوبات جديده وكل يوم بلاوي جديده بتنزل على روسيا، لدرجه ان الروبل الروسي خلاص بدا ينهار، وقع خلاص. يعني امبارح سويسرا جمدت اموال المودعين الروسيين او رجال الاعمال الروسيين في بلدها. طبعا انتوا عارفين ان سويسرا دي مركز عالمي بقى للفلوس، يعني سويسرا كنا زمان نسمع عن سويسرا دي، اللي حط فلوس في سويسرا ده راجل غني وبتاع. سويسرا بدات تجمد فلوس المودعين عندها، المودعين رجال الاعمال الروسيين. دلوقتي سويسرا ما عادش عندها حته الحياد النسبي، يعني المفروض سويسرا دي بلد مركز مالي كبير، طبعا حضراتكم عارفين ان سويسرا دي بلد الفلوس كلها، يعني المفروض يبقى عندها حياد نسبي. بمعنى ايه؟ مالناش دعوه احنا، دي بلد فيها فلوس وبلد ماليه وفيها بنوك واكبر بنوك، احنا مالناش دعوه. روسيا بقى تضرب اوكرانيا واوكرانيا تضرب روسيا، احنا مالناش دعوه، دي ناس مستثمرين او رجال اعمال روسيين حاطين فلوس، ما نجيش ناحيتها. لكن دلوقتي سويسرا بدات تاخد خطوات عنيفه ضد روسيا وجمدت الفلوس دي كلها، ومعنى كده ان روسيا عملت مشكله كبيره لمين؟ سويسرا عملت مشكله كبيره لمين؟ لروسيا، وجمدت رؤوس الاموال. طيب ماشي، دلوقتي رجال الاعمال دلوقتي تمام، واللعبه الخطيره اللي بيلعبها الشيخ محمد بن زايد دلوقتي بمعنى ايه؟ بمعنى ان رؤوس الاموال دي كلها تمام هتروح فين؟ سويسرا دلوقتي بدات تجمد وتفرض عقوبات، هتروح فين؟ الشيخ محمد بن زايد بقى قال لبوتين ايه؟ قال له انت تلمين الفلوس دي كلها وتجيبها للامارات. يعني هو دلوقتي الامارات عايزه تبقى، يعني الامارات دلوقتي عايزه تبقى سويسرا الثانيه، ان هي تبقى هي المركز المالي الموجود في العالم. وخلي بالكم الامارات دي مركز مالي كبير جدا جدا وفيها مستثمرين من كل انحاء العالم. فالشيخ محمد بن زايد قال لبوتين لمين الفلوس بقى اللي في العالم دي كلها وهات ايه عندي، ومش هفرض عليك ضريبه دخل ولا مش هفرض عليك اي حاجه من الحاجات دي، بس المهم انك انت تجيب لي فلوس ايه دلوقتي. ودي لعبه خطيره الشيخ محمد، هي خطيره وذكيه في نفس الوقت، دي عامله زي المقامره، يعني عامله زي اللي بيلعب قمار كده، يا صابت يا خابت.
اصابه. انا مش عارف الامارات اصلا بتعمل ليه كده، بس مش هي لعبه خطيره جدا وذكيه جدا جدا بيعملها الشيخ محمد بن زايد علشان ياخد مكان او يحل محل سويسرا في حكايه المراكز الماليه. والحقيقه يعني رجال الاعمال دولت مش يعني هم متجهين ناحيه ده، ان هم ودوا فلوسهم ناحيه الامارات او يحطوها في بنوك في الامارات، تمام. وعلى فكره امان جدا جدا يعني بالنسبه لو في رجال الاعمال فكروا او رجال الاعمال الروسيين فكروا ان هم يحطوا فلوسهم، فامن بلد بصراحه ممكن يحطوا فيها فلوسهم وتبقى محفوظه وامان هي الامارات، لان الامارات زي ما بقول لكم دي مركز مالي كبير جدا جدا. ومحدش يقول لي يا جماعه هيودوها بريطانيا، يعني محدش يقول لي ده هيودوها، ممكن يودوها بريطانيا. بريطانيا اكبر بلد بتكره روسيا وفرض عليها عقوبات ما اقول لكمش. فتحس كده من كلام الشيخ محمد بن زايد عايز يقول لبوتون يا عم احنا مالناش دعوه بالخناقه اللي شغاله دلوقتي دي، ولو انت عندك رجال اعمال عايزين يحطوا فلوسهم هاتوها عندنا في الحفظ والصون يا جماعه، محدش يقلق هاتوها عندنا انتوا بس وما لكمش دعوه، هي في الحفظ والصون وبدون ضرائب دخل، وهتبقى زيتنا في ايدينا بقى والدنيا تبقى كويس. ده باين من كلام الشيخ محمد بن زايد لمين؟ البوتين امبارح لما كلمه في المكالمه الهاتفيه. ولو عايز كمان تضرب لك كام بنك كده وهمي يعني باسماء وهميه كده عشان تخبي الفلوس وبتاع، مفيش مشكله يعني الامارات شغاله يعني في الموضوع. من ناحيه تانية يا جماعه الصين، يعني من ناحيه برضو دي اخر التطورات ما بين الحرب ما بين روسيا واوكرانيا، دي اهم المستجدات اللي حاصله دلوقتي، تمام. انه دلوقتي كمان الصين دخلت على الخط، وانتم عارفين ان الصين حليف قوي جدا جدا لروسيا. واللي عايز اقوله لكم يا جماعه انه قبل الحرب اللي شغاله دلوقتي او بين الحرب قبل الحرب بست ايام الصين استوردت من روسيا 100 مليون طن فحم، قيمتهم كام؟ 20 مليار جنيه. انا مش شايف ان يعني الصين مش محتاجه فحم قوي كده، يعني 100 مليون طن، يعني 100 مليون طن عايزاهم الصين من روسيا، انا ما اظنش ان الصين يعني محتاجه الفحم ده كله يعني. بس انا الواضح يعني وانا اعتقد من وجهه نظر الشخصيه ان دي كانت مساعدات ماليه اصلا، لان الصين حاسه كانت عارفه بالحرب اللي هتدور او الحرب اللي هتشتغل ما بين روسيا واوكرانيا، فقالت ان انا ادعم روسيا بطريقه غير مباشره، فاستوردت منهم ايه؟ القمح ده. واللي عايز اقوله لكم يا جماعه ان العقوبات الروسيه العقوبات الامريكيه دي ليها شقين، شق اقتصادي وشق تكنولوجي. بمعنى ايه؟ بمعنى انها تفرض عقوبات، يعني العقوبات الاقتصاديه بتاعت امريكا دي والمجتمع الغربي والاتحاد الاوروبي والبتنجان ده كله يعني ليها شقين، شق اقتصادي وشق تكنولوجي. بمعنى ايه؟ شق اقتصادي اداكم شايفين حضراتكم البنوك اللي شغاله تخرج من برنامج سويفت والعقوبات بقى والكلام ده كله. تاني حاجه تكنولوجي، بمعنى ايه؟ انا مش هصدر لك رقائق الكترونيه، مش هصدر لك تليفونات، مش هصدر لك حاجات فيها تكنولوجيا، حاجات بتخش فيها التكنولوجيا، يعني دي العقوبات الاقتصاديه. بس بصراحه نيويورك تايمز بتولع من الموضوع، بتقول لك العقوبات الامريكيه دي مالهاش اصلا في اللازمه اصلا، يعني مش هتعمل اي حاجه. ليه؟ اولا الصين مركز مالي كبير، الصين طبعا مصنع العالم كله يعني. فامريكا لو فرضت عقوبات، على فكره ما بين الصين وروسيا في برنامج عاملينه مشترك بينهم زي نظام سويفت ده، زي نظام سويفت، يعني بعيدا عن البرنامج السويفت اللي العالم كله ماشي بيه، في برنامج تاني ما بين الصين وروسيا بس، ما بين الصين وروسيا بس. فمعنى كده ان العقوبات نيويورك تايمز بتقول لك العقوبات اللي شغاله تفرضها امريكا والاتحاد الاوروبي دي مالهاش لازمه. ليه؟ اولا لو كانت العقوبات بتاعت امريكا دي عقوبات الكترونيه وحاجات زي كده، فالصين انتوا عارفين تغزو السوق الروسي بالحاجات التكنولوجي بتاعتها، وانتوا عارفين ان الصين دي اكبر من اكبر دول العالم، يمكن اكبرهم كيف الالكترونيات دي والموبايلات والحاجات دي كلها، فهي ممكن راح تغزو السوق الروسي بالمنتجات الصينيه. فمعنى كده انه لما امريكا تفرض عقوبات الكترونيه على روسيا، ده مش هيعمل حاجه في روسيا ولا هياثر فيه. من ناحيه العقوبات الاقتصاديه والكلام ده كله، ده في تبادل تجاري كبير جدا 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 ما بين الصين وروسيا. انا بقول لكم اهو قبل الحرب بست ايام الصين استوردت 100 مليون طن فحم، على اساس من كتر الشيش اللي موجوده في الصين يعني. مفيش يعني العقوبات بتاعت امريكا مش هتاثر على روسيا بشكل كبير جدا، والتبادل التجاري ما بين الصين وروسيا ده هيخفف العقوبات بنسبه كبيره جدا جدا على روسيا. ولازم تعرفوا ان روسيا مليانه بالمواد الخام، يعني روسيا عندها مواد خام كبيره جدا جدا جدا، والصين مصنع العالم سواء اقتصاد بقى وعربيات وموبايلات وتكنولوجيا رقائق الكترونيه والكلام ده كله يعني. زائد ان الصين بتستورد موارد زراعيه من روسيا بشكل كبير جدا، لان روسيا عندها قمح والصين من دول تستورد القمح فبتستورده من روسيا. خلي بالكم لما تكون في دولتين بطول 2700 ميل، لما دول مواد خام عند روسيا ومصنع العالم في الصين، لما تبادلوا تجاريا ايه اللي ممكن يحصل في العالم؟ يبقى معنى كده انه فعلا الاقتصاد زي ما قالت نيويورك تايمز ان الاقتصاد العقوبات الاقتصاديه المفروضه على روسيا دي مالهاش اصلا في اللازمه اصلا. لكن الحقيقه اما في مجال الطاقه والحصاد الزراعيه، دول لحد دلوقتي امريكا ما فرضتش عليهم عقوبات خالص، يعني في مجال الطاقه او في مجال الحاصلات الزراعيه، تمام، امريكا ولا الاتحاد الاوروبي ما فرضتش عقوبات على روسيا وما يقدروش بصراحه.
ليه؟ لانه 75 اوروبا عموما بتستورد من روسيا الطاقه بتاعتها بنسبه 75%. انتوا عارفين لو فرضت عقوبات على روسيا في مجال الطاقه والحصاد الزراعيه، انتوا عارفين ان روسيا ممكن تقطع الكهرباء او الغاز عن اوروبا، اوروبا دي تاني يوم تضلم مش فيها نور، وده هيحصل مشاكل في الشعب الاوروبي اكيد، هيقوم بقى ويخرب الدنيا على الحكام بتاعته. فعشان كده انه امريكا برضو امريكا ذكيه يا جماعه، ما تقدرش تفرض اصلا عقوبات على روسيا في مجال الطاقه والحصاد الزراعي. الحاجه الوحيده بس المانيا عملتها ان هي فرضت عقوبات على الخط الغاز اللي هو نورد ستريم 2 اللي هو بيعبر عن طريق المانيا، ده بصراحه هو اللي فرضوا عليه عقوبات، والمانيا بس اللي فرضت عليه عقوبات، يعني امريكا ما كمان فرضتش عليه عقوبات. ليه بقى؟ زي ما بقول لكم، لانه لو الاتحاد الاوروبي او امريكا فكروا ان هم يفرضوا عقوبات في مجال الطاقه، بوتين ده مجنون يا جماعه، يعني بوتين ده مجنون، ان هو ممكن في لحظه من اللحظات ان هو يقطع الكهرباء عن اوروبا، وهيخلي اوروبا تخش في متاهه كبيره جدا جدا جدا. وانتوا عارفين يا جماعه ان خط الغاز اللي هو اسمه ستريم 2 ده اللي بيعبر عن طريق المانيا، هو كان الاول بيعدي عن طريق اوكرانيا، وبعد كده دلوقتي عمل خط السيل الشرقي ده بيعدي من طريق المانيا. الشركه المالكه ليه بدأت تعلن إفلاسها. تكلفة الخط ده يا جماعة كلفت 12 مليار دولار، تمام؟ الشركة دي اسمها غازبوم دي المقر الرسمي بتاعها في سويسرا، طبعاً أنتوا عارفين دلوقتي سويسرا فرض عقوبات، تمام؟ فالشركة دي بدأت تعلن إفلاسها، لأنه خلاص يعني ما عادتش أصلاً فيها فلوس ولا عادتش فيها أي حاجة. وبالنسبة يا جماعة لتطورات الحرب أو القتال اللي داير في الشوارع دلوقتي، روسيا دلوقتي واخدة استراتيجية جديدة في الحرب في أوكرانيا، دلوقتي بدأت تدخل مقاتلات ثقيلة ومدرعات وقاذفات ثقيله جدا جدا، وبدات تضرب بها العاصمه كيف، هي عايزه تسقط الحكومه. روسيا دلوقتي عايزه تعمل غطاء جوي عنيف جدا جدا. ليه؟ لانه دلوقتي في بيلاروسيا او روسيا البيضاء زي ما بيقولوا، يعني دلوقتي في رتل عسكري مكون من الاف الدبابات والمدرعات والقاذفات عايزين يدخلوهم جوه اوكرانيا. طول الرتل ده يا جماعه 64 كيلومتر، تخيلوا يا جماعه طريق طوله 64 كيلومتر مليان دبابات وارطال عسكريه روسيه عايزين يدخلوها اوكرانيا. فدلوقتي قاذفات شغاله تقذف العاصمه كيف بشكل عنيف جدا 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 عشان يعملوا غطاء جوي كبير جدا جدا علشان يقدروا يدخلوا الارطال العسكريه دي في روسيا. فدي اخر تطورات الحرب اللي ماشيه في اوكرانيا. دلوقتي قاذفات وطائرات ثقيله بدات تضرب العاصمه كيف وبدات تدق، لحد ان هي يا جماعه في اخبار طالعه ان هم دمروا البنيه التحتيه بالكامل لاوكرانيا. انتوا عارفين اوكرانيا يا جماعه بعد انتهاء الحرب دي عشان تعمل بنيه تحتيه تانية عايزه كام سنه؟ ما انتوا عارفين الحروب لما الحرب والدمار عايزه كام سنه عشان تقوم تاني وتشتغل تاني ويعملوا بنيه تحتيه تاني، سواء بنيه عسكريه او بنيه اقتصاديه. خلي بالكم الجيش الاوكراني خلاص اتدمر كله. هم صحيح الاتحاد الاوروبي كل يوم والتاني شغالين يبعت لهم معدات عسكريه وبتاع، بس هيقول روح فين ده يا جماعه؟ اوكرانيا دول والرئيس الاوكراني ده مخه تعبان على فكره، والله مخه تعبان جدا، مش عارف ازاي هو الغرب جره للحرب دي. هو دلدول، لان هو دلدول اصلا لامريكا يعني وبتاع، بس انا عايز اعرف ازاي هو يعني حط في دماغه ان هو يقدر يواجه روسيا. يا جماعه دي امريكا ما تقدرش تواجه روسيا، امريكا نفسها ولا الاتحاد الاوروبي ده كله يقدر يواجه روسيا. البنيه التحتيه مفيش، البنيه التحتيه العسكريه مفيش، الطائرات اتضربت بتاعه اوكرانيا، المطارات كلها اتضربت، حتى دلوقتي بدات روسيا تضرب في البنيه الاقتصاديه، المقرات الحكوميه بقى وبتاع. اوكرانيا عشان تقوم تاني او يحصل فيها الحاجات دي تاني عايز لها عشرات السنين قدام. وامبارح الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب بصراحه بهدل بوتين. انا عايزكم يا جماعه بعزم لكم تخشوا على اليوتيوب كده وتشوفوا الخطاب بتاع الرئيس الامريكي دونالد ترامب قال ايه عن جو بايدن ده. بصراحه يعني بهدل جو بايدن، وقال لك جو بايدن ده بينام في المؤتمرات وبيتوب وما اعرفش ايه، والخروج بتاع الجيش الامريكي من افغانستان كان حاجه مؤسفه جدا جدا وزل امريكا وبهدل امريكا. يعني انا مش عارف جو بايدن ده نايم في بتنجان، الراجل اللي بيقع كل شويه ده ركبه عزله مسمارين دول، تمام؟ انا مش عارف امريكا دي بتفكر ازاي وازاي جرت امريكا اوكرانيا للحرب دي. يا جماعه اوكرانيا دلوقتي ما عادش فيها حاجه نافعه، يعني ما عادش فيها حاجه نافعه. ده يا جماعه بالنسبه للتطورات اللي حاصله دلوقتي بين الحرب ما بين اوكرانيا ورسل. يا رب يكون شرحت لكم الموضوع بشكل مبسط. يا رب انصر مصر، يا رب انصر العرب. ان شاء الله اوعدكم من الفتره اللي جايه ده هنبدا فيديوهات اكتر واكتر واكتر، ومعلش اعذروني للمره الثانيه على الفتره الكبيره ايه اللي ما قدرتش اعمل فيها فيديوهات، بس والله كانت ظروف غصب عني. وشكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله.